كنت مخباية انت زمان من زمان يعني من انت صغيرة كان المفروض تغني وانت عمرك 3 سنوات كان المفروض تغني على المسرح. اسمك ايه؟ ما شاء الله ما شاء الله مش عارف اخد نفس. طب اسمك اسمك ايه؟ ومن وين؟ مروه ناجي من مصر. يا سلام كلمي في الله تحيا جمهورية مصر العربية. ايوه كده بقى الله يا مروه الله. وليه مخبيكي بمصر؟ انت نجمه انت انت نجمه. كنت مستنيه ذا فويس وجيت على هنا عشان تسمعوني وتختاروا. الله ما شاء الله الله عليك. سلموا لي يا رب. مروه احسنتي وغنيتي اغنيه كثير صعبه وانت صوت بيستاهل يكون معنا. هذا المسرح خلق للصوت اللي مثلك يعني انت فعلا بتستاهلي تكوني ذا فويس، بتستاهلي تبقي معنا وتستمري معنا. بس كمان بالنهاية أنت بدك مين يساعدك ويوصلك ويقدر بالنهاية. روق 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 الوقفات اللي وقفتهم. أول شيء أنا برمت لك لا 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 أول عنده برشا وعنده برشا أصوات. أول شغلة أنت بدك حدا يوصلك. أنا اللي هوصلك. ذا فويس مين؟ أنا اللي هوصلك. أنا ذا فويس. اسمعي كلامي. لا لا قديمة هذه قديمة. أعطينا حاجة جديدة. لا لا مين ذا فويس؟ قديمة قديمة اقعد قديمة. مين ذا فويس؟ أعطيني جديد أنا. هزعل منك وهعيط. بعدين 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 اول واحد حس بيكي ولف لك مين؟ بقى الاسطوانه. لا قديمه قديمه البايخه دي. الاثنين برافو عليك. لا 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 انا قبله والله. انا قبله. انا قبلك. انا بحلف. انا قبله. طب ممكن احكي؟ فحسيبك تتكلم دلوقتي. حسيبك بس ما تخليه ياثر عليكي. مروه انا كتبت اسمي هنا لانه نعرف مش تختارني. بالنسبه لي انا انت ذا فويس كنت رائعه بدرجه خليتنا احنا نطير كلنا. تسلم لي يا رب. والله. تسلم يا رب على الشهاده الغاليه دي. ويخلي لك الصوت هذايا وربي يفضل لك الوالده اذا هي موجوده اكيد ربي يفضلها لانها انجبت صوت بنت بياخذ العقل. صراحه يعني. قيصر تفضل يا قيصر. اي واحد تختاري اختاري المهم احنا كسبناك لهالبرنامج حقيقه وانا احييك يعني احييك على الصوت الجميل. الله يخليك. وما حد ياثر فيك لا بالعواطف ولا شويه شويه مو شويه هاي مروه.
اكتوبر. يس 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 سوري ام سوري ام ريلي سوري ام ريلي سوري انا اسف. احسنتي 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 وبش نعمل الشغل ما حصلش. مروة موفقة موفقة جود لاك حبيب قلبي. يا الله على الصوت. احسنتي 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 ما شاء الله عليك برافو. لو فاتكوا اداء موهبه من المواهب او عايزين تتابعوا الحلقه دي من ذا فويس مره جديده زوروا موقع شاهد دوت نت.